بالنسبه للاسم ديالي بحنيني عبد السلام، من مواليد 1995، كأقطن حاليا في دوار كبير حد حراره. دفعت لهاد الكونكور ديال المربين والمربيات اللي مكلفه به المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي. دوزنا الكونكور مزيان الحمد لله، داز بخير وعلى خير. كانوا طالبين في الجامعه ديالنا يعني جوج المربيين في دوار ديال العطوطات والكروكات، وعندي انا تجربه يعني في التعليم الاولي ومدوز يعني عام، وعندوز واحد التكوين في الاطار المنهجي، وعندي جوج دبلومات وبكالوريا. يعني كنتفاجئ انه يعني كنتفاجئ انه النهار اللي غادي يعيطوا، يعني كنتفاجئ انه واحد الدري ساكن حدانا يعني صوناو ليه وقالوا لي اودي انه جي عندنا القهوه وخذ الاتيستاسيون ديالك بلاش راك نجحتي. وهذاك الدري ما قالاش لي هذاك النهار يعني نهار الاثنين، ما قال لي حتى النهار الاربعاء. انا بغيت غير نعرف علاش كانوا طالبين جوج المربيات وداروا غير مربي واحد. هذا السؤال الاول. وبالنسبه للسؤال الثاني، انا كنطالب بلاليست، علاش ما داروش واحد لاليست ديال الطوند ولاليست ديال الناجحين؟ هذا من السؤال الثاني. وسؤال ثالث، اذا كان الانسان انه يعني غادي يكونوا يعني هاد المباراه اللي كتنظم المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي يعني كيدخلوا غير باك صاحبي، من الاحسن انه يعني بحال هاد الفئه اللي ما كتعرفش شي واحد وعندها غير الكفاءه وعندها غير دبلومات وشاده عن جداره واستحقاق بلا ما بقات كاع تدفع لشي كونكور كاع، من الاحسن. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي وقفتنا اليوم بعد هذه المهزلة والفضيحة المدوية التي وقعت بمؤسسة أنابيك، حيث أقدم مسؤولي المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بأسفها تنظيم مباراة انعدم فيها مبدأ تكافؤ الفرص وغابت الشفافية وغابت المصداقية. بطبيعة الحال نحمل المسؤولية هنا إلى إدارة الوكالة ديال لانابيك والمنسق الإقليمي ديال المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في شخصين، والمدير أو العقل المدبر لهذه الفضيحة وهو رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأسفي في شخص الرئيس، وهو المشرف المباشر على البرنامج وعلى هذه المهزلة ككل. ثم مدير النيابة الإقليمية للتربية بأسفي في شخص اللي مكلف بهذه الشراكات. نحن نطالب ونجدد مطالبتنا في إفادة لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي يقوم بها أو قام بها رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء في عملية التوظيف المشبوهة أو في التفويتات أو المشاريع التي قام بإعطائها لأشخاص وفق ولاءات سياسية أو سبق لهم استفادة من هذه المبادرة مرارا وتكرارا، وفي حين قام بحرمان المعطلين من استفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء بالنسبة للتعليم الأولي بداعي السن أو بالنسبة لدعم المشاريع بنفس الداعي أي السن. هذا المسؤول الذي اسمه أو معروف هنا بمدينة أسفي والذي هو رئيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأسفي يحتقر المعطلين، يسيء إليهم، ينعتهم بأقبح النعوت، يسيء معاملتهم بالازدراء، لدرجة أنه في آخر لقاء كان يتكلم ويترفض بحركات يعني تنم عن حقده الدفين للمعطلين. بحال كيقول لك ما عندكمش دراع، سيروا قلبوا على راسكم، سيروا لجهة أخرى، بحال زعما هذاك البيرو ديالو ما عندي ما ندير بكم. ثم يتكلم معنا بالازدراء وهو في حاله من التقزز وكأن قسم مبادره ملك شخصي له او هبه ملكيه في حوزته. نقول له من هذا المنبر ارحل، فرائحه فسادكم قد فاحت، ونطالب بمحاسبه كل هذه الخروقات التي تلف ملف تدبير المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بأسفي والتي يتم تفويتها من طرفه. وقفتنا هذه لن تكون هي الأخيرة، لأن ما يجري حاليا في من التفويتات للجمعيات استفادت من التعليم الأولي وإقصاء شباب كفء ومؤهل عن هذه المبادرة هو جريمة يجب أن يحاسب عليها كل المتورطين. فهنالك غياب الشفافية، غياب الوضوح، غياب العدل في توزيع المناصب والتفويتات. نضالنا سيستمر إلى أن يأخذ هؤلاء المعطلين حقوقهم كاملة. نضالنا سيزيد ونطلب من جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية وباقي الفئات غير المستفيدة والمتضررة بأن تدعم نضالاتنا وتؤازرنا لكي نتمكن من القضاء معا على هذه النخبة المتحكمة في ملفات الفساد التي تنهب خيرات المدينة وتفرقها على بعضها البعض. وتحية نضالية.